تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر مع ليبيا. يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الهامة والمرتقبة أمام منتخب ليبيا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. وتقام مباراة منتخب مصر مع ليبيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة. وتداعى مباراة منتخب مصر مع ليبيا على قناة اون تيم سبورت بوجود كوكبة من النجوم والمحلليين الرياضيين في الاستوديو التحليلي، وذلك بعد أن حصلت القناة على حقوق بث مباريات الفراعنة. ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة جمعه من التعادل مصر، بينما يتذيل منتخب أنجولا المجموعة بدون نقاط.